ايه احسن صفقه لنادي الاهلي وليه؟ احسن صفقه الاهلي انا شايف من وجهه نظري مجدي قفشه، ان هو جه من بيراميدز. يعني الاهلي كان محتاج لاعب بالستايل ده، ان هو بيلعب ناشف شويه، يعني مثلا زي طارق حامد في الزمالك مثلا كده. حسين الشحات بس هو لسه ما تعودش على الاهلي، او زي ما تقول ان هو في اخر فتره دي ما انسجمش مع الاهلي كويس، بس ان شاء الله الموسم اللي جاي هيكون فيه كتير. قفشه ومحمود متولي. محمود متولي انا مش شايف مهاجم زيه في الاهلي دلوقتي. قفشه لان احنا محتاجين واحد في نص الملعب يكون كويس. الاهلي اعتقد محمود متولي. لا عشان في مشاكل بتواجه النادي الاهلي في الدفاع الفتره الاخيره. رامي ربيعه رجع وكل حاجه، بس محمود متولي برضه هيبقى ليه فايده كمان في الكوره الهجوميه وفي الدفاع. يعني هي اخر حاجه ان هم جددوا بس الاعاره بتاعت رمضان صبحي، علشان هو الفرقه محتاجه حد كويس في المركز ده. احمد الشيخ، وده طبعا هيساعدنا افريقيا قبل ما يساعد النادي الاهلي. دي لمؤمن زكريا في النادي الاهلي بالنسبه لي هيعمل فرق كبير قوي السنه دي.